نويت شراء بيت عن طريق البنوك الإسلامية في أمريكا مثل UIF، وسمعت في فيديو تقول إن هذه البنوك بها بعض الشبهات. فما المقصود بكلمة شبهات؟ يعني حرام، مكروه، وما هي هذه الشبهات حتى أتفاداها إذا وجدت طريقا آخر لشراء البيت بدون التعامل مع البنوك؟ نقول إن الشبهات التي تعتري عقود هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى إبطال العقد أو تحريم التعامل به. ومن هذه الشبهات على سبيل المثال ما يتعرض له المتعاقد معها من إلزامه بالتأمين والضرائب ومصروفات الصيانة الكاملة، وكان ينبغي أن يوزع ذلك بينهم بحسب نسب كل منهما في ملكية العقار. طبعا هو بيدفع دول البيمنت 10%، شركة بتدفع 90%، وبتأجر له 90% دي، وأصبحوا شركاء في عقار. لماذا من يملك 10% يدفع الضرائب كاملة والتأمينات كاملة ويتحمل مصروفات الصيانة كاملة؟ أليس يقتضي العدل ومنطق الشركة أن توزع هذه المغارم بينهم بحسب نسب ملكيتهما في هذا العقار؟ للشركات تأويل في ذلك وتخريجات مختلفة، لكن على كل حال هذه المظالم لا ترقى إلى مستوى إفساد العقد أو تحريم التعامل به، يجوز التعامل بها عند الحاجة، والناس جميعا في هذا البلد في حاجة في الأصل، استثناءات قليلة التي يمكن أن تستثنى من وجود هذه الحاجة.